السادات والسادة، أهلا وسهلا بكم وموجز أخبار السبت 5 فبراير 2022. الرئيس السيسي يشارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. الفريق أسامة عسكر يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته لإيطاليا لحضور مؤتمر رؤساء أركان الدول الأفريقية. الوزير سامح شكري يتوجه إلى أثيوبيا لتمثيل مصر في اجتماعات الدورة 35 لقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة لمدة يومين. وزير الدفاع يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الماليزي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة مسائل ذات اهتمام مشترك مثل مكافحة الإرهاب. اليوم بدء مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2019. لجنة استرداد أراضي الدولة إصدار 45 ألف عقد تقنين وجهود مكثفة لتسليم باقي العقود. الصحة تعلن تسجيل 2291 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة وخروج 2498 متعافيا. التموين 13 مليون وحدة سكنية في مصر تم توصيلها بالغاز وفرت 234 مليون اسطوانة بوتاجاز تقريبا. التنمية المحلية لا زيادة في أجرة النقل والسيرفيس بعد تحريك أسعار البنزين. التعليم طلاب الثانوية العامة يواصلون تسجيل استمارة التقدم للامتحان حتى 24 من فبراير. التعليم العالي بدء إجازة الفصل الدراسي الأول للجامعات وبداية الترم الثاني 19 من فبراير الجاري. الإسكان التقديم في طرح الجديد للإسكان يبدأ منتصف فبراير الجاري. نصف مليون زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب حتى الآن بجانب الزيارات الافتراضية. السياحة نهاية فبراير الجاري آخر مهلة لتوفيق أوضاع الشركات لتركيب أجهزة تتبع GPS بالمركبات السياحية. السياحة تعلن عن زيارات سياحية ورحلات بحرية للمشاركين في مؤتمر تغير المناخ كوب 27 إلى 7 مدن مصرية. الأثار اكتشاف علمي جديد، فريق من جامعتي القاهرة والوادي الجديد يسجل أول أثار أقدام ديناصورات أكلات اللحوم. الداخلية تعلن أنه خلال 10 أيام تم إجراء فحص المخدرات ل 630 سائقا على الطرق السريعة. إلى أخبار الحوادث، زوج يطلق النار على زوجته وأولاده الاثنين وحماته ويقتل نفسه بسبب خلافات أسرية في الزمالك. حبس 6 من المطارتين في احتجاز والتعدي على معلمة بالدقهلية لرفضها تغشيش الطالبات. اليوم استكمال محاكمة كريم الهواري المتهم في حادث تصادم الشيخ زايد. واليوم أيضا نظر دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق ضده لإلغاء توكيلين. وإلى الأخبار العالمية، وسائل الإعلام تتابع الطفل المغربي ريان والذي بات على مقربة من الخروج. اليوم في أمم أفريقيا يلعب على المركز الثالث بوركينا فاسو والكاميرون في 9 مساء. رسميا سلبية مسحة منتخب مصر بالكامل قبل نهاية أمم أفريقيا، وبين سبورتس تعلن فتح قناتها المشفرة والقناة الجزائرية تنقل المباراة الأحد 9 مساء. رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى يعلن رصده مكافأة قدرها 10 ملايين جنيه للاعب المنتخب المصري حال الفوز بكأس الأمم الأفريقية. اليوم ينطلق مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية مع نادي مونتيري المكسيكي في 6 مساء. واليوم ينطلق مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية مع نادي مونتيري المكسيكي في 6:30 مساء. إلى أخبار الطقس، الأرصاد الجوية تعلن سقوط أمطار بالسواحل الشمالية وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 10 درجات وتوقف الصيد في البحر المتوسط. الأخبار أعدها حمادة غالي وقرأها عليكم رضا شويخي. في أمان الله.